كلمني بقى عن الوالده، كانت بتعمل ايه بقى مع المعجبات اللي رايحين جايين؟ واكيد كان في صحبات وبيجوا في الجنينه، ما دام كان في جنينه بقى ويرموا ورد. حسيت قلبي قال لي مش كده؟ كانوا بيجوا يخبطوا. انت عرفتي منين؟ والله قلبي قال لي موضوع الجنينه بقى. حسيت كده. هو طبعا كانت، لا هي كانت دايما امي زمان تقول لي انت متعب، وهتتجوزك هتتعب. انت متعب في طريقتك، يعني عارفه ازاي؟ لكن قول ايه اللي حصل في الجنينه؟ كنت بربي كلاب كده صغيره في الجنينه. كلاب بس؟ كلاب. ويا ترى كانوا حلوين؟ وكتاكيت وشرسين؟ طب والكلاب تنفع مع الكتاكيت؟ طبعا. ده كده يبقى في فرق في السرعات. ازاي؟ يعني كلاب وكتاكيت ياكلوا بعض؟ ايوه ازاي؟ ما ينفعش. انا حقلب البرنامج، انا اللي هسألك. ما الكلاب شرسة. وكتاكيت؟ الكتاكيت ضعيفة خالي. وبيعملوا ازاي؟ سيو سيو سيو. طب قول لي، انت عندك ما شاء الله اربع اولاد، مهتاب واحمد وادم ودليد. مظبوط. مين فيهم حاسس ان هو شبهك اكتر؟ نقول مثلا شبهك في الشكل، ونقول مين فيهم شبهك اكتر في الصفات. تمام. انا عندي البيت مقسم بطريقه غريبه جدا، يعني عندي مثلا ايه، ادم طالع شبه احمد اخوه في الطباع بالملي. هو احمد بطريقته، مش عايزه يعني، هو احمد يعني في كل حاجه، حتى الكحه بتاعته، حتى طريقته الله. حتى بيقول الكلام احيانا غلط، حتى يعني هو كوميدي في الحته دي، عارفه ازاي؟ والله. مهتاب واخده الشكل الكوميدي شويه، هي مهتاب يعني لو مهتاب قعدت معاكي هتمشي معانا جاي. مش انت مش فاهمه. عسل ما شاء الله. يعني خالد يوسف، محمد سامي، تامر حسني، كتير جدا جدا. يا ابني دي حرام عليهم، دي موهبه اللي مش عارف ايه الكلام ده. لهم لا يعني خليه. ليه مش حابب بقى؟ طيب انا مش حابب يعني خالص، ولا مثلا عشان السن دلوقتي لسه صغير؟ لا خالص. خالص. لا مهتاب كبير، مهتاب في جامعه بجد ما شاء الله. طب ليه؟ مش عارف، مش حابب. طب قول لي، يعني انا عارفه ان انت راجل حمش، وانا اموت في الراجل الحمش. طب ما تيلا بقى جدا، يعني ما تيلا ما تيلا انت، انا مستنيه بقى لي كتير. مش عارفه ايه اللي مأخرك كل ده. نجيب عقد واتنين شهود؟ لا، أربع شهود؟ على قد. كل واحد على قده. اتنين شهود ده للناس العادية. على رأيي. طيب، أنا عارفة إنك مش موافق إن مراتك تشتغل. ليه؟ وهل لو ارتبطنا هتخليني أكمل شغل ولا لأ؟ وهل هتحب شغلي وتدعمني وتقف ورايا ولا لأ؟ أنتِ سيبك تشتغلي. أنتِ مفيش خوف عليكي. أنتِ تنزلي تمرحي وتفرحي، مفيش قلق. والله يا شيماء مش عارف، يعني أنا مش عارف، يعني انا شرق زياده عن اللازم، مش عارف يعني، انا مش عارف ابقى غير يعني، انا كده. انا كده. فده مش عدم ثقه في الوسط، او عدم ثقه في مراتي او بنتي، او خوف عليه، ما اعرفش. بس انا مش عارف، مش عارف، ملهاش معنى تاني. قلبي مش هيجيبني، ما اعرفش، مش هينفع. الموضوع ده مرفوض تماما. طب قول لي، ممكن تكرر تجربه الجواز مره ثالثه؟ لعبي في شعرك قوي يعني. دي مش هتبقى المره الثالثه. 15. يعني لا طبعا، بعد مراتي خلاص الموضوع يعني احلى واجمل واطيب واجدع من كده، ما اعتقدش ان انا هلاقي. والنبي يعني، ده انت ربنا مامتك دعيالك، هنقول ايه؟ لا بجد. طب قول لي، هو بتغير عليك؟ بتغير عليك بقى اكيد. اكيد مفيش ست طبعا بتحب جوزها وما بتغيرش عليه، اكيد طبعا بتغير عليها جدا. بس هي رنا من النوع اللي ما تبينش، بس انا بحسها، فاهمها كويس قوي، فلذلك انا بحترمها جدا، يعني عارفه يعني، دايما براعي الحته دي في وجودها وعدم وجودها. يعني لازم ابقى كير جدا بالمنطقه دي، لان هو كده، ما ينفعش غير كده يعني. طب امال ليه واحنا مسافرين مع بعض في الجونه قعدت ترقص معايا، واديتني الرقم بتاعك، وقلت لي بقى خلينا نتكلم كتير وكده، وقلت لي والله انا متضايق قوي ان هي موجوده بصراحه، يا ريتها تمشي، يعني انا مش عارف هي لازقه لي في كل حته ليه؟ ليه عملت كده؟ هو انا معنى ان انا امنك على حاجه يا شيماء تقوليها كده في انا ما بخبيش حاجه على جمهوري، دول الانتيم بتوعي عارفين كل حاجه. بس انا بصراحه انت بتخبي، دي مشكلتك. انا بصراحه يعني حاسس ان انا هرتاح معاكي اكتر. طيب امال ليه بقى بسالك اهو السؤال، انك تتجوز مره ثالثه قلت لي لا؟ كلام بس كده عشان الهوا، لكن ما ينفعش يعني ده بيني وبينك كده. طيب اذا كان كده ماشي. طب قول لي بقى، مين اكتر فنانه طلع عليك اشاعه ان انت مرتبط بيها؟ ليلى علوي. ليلى علوي. طبعا. وفي الطوال.
في طوال في حد طويل قولي لي مين. ما انا بقول لك انا في طوال مين طوال؟ مفيش اطول حد كانت هالة صدقي في مصر يعني مين؟ مفيش اطول يعني هي لا هي ليلى اكتر عشان يمكن اشتغلنا مع بعض كتير فكان في اشاعات غريبه جدا حتى في دفنة الاستاذ نور الشريف فكانت كنا في منطقه 6 اكتوبر هنا فانا قالت لي ماجد وصلنا عربيه عشان خايفه لان كانت في ناس غريبه كتير قوي في اللحظه دي وناس جايه تتصور وناس غريبه جدا في المنطقه في دي اوقات غريبه صح فانا خدت امسك كتاب من ايديها عشان اوديها عربيتها بسرعه كويس عشان مش عارفه توصل من الزحمه العربيه فبداوا ياخدوا لنا صور وصحفي عجيب جدا كتب حاجه عجيبه جدا في موقف ما ينفعش يتكتب فيه حاجه تانية ان قصه حب بين ماجد المصري ولا حاجه عجيبه جدا سخيفه هنا مش عجيبه بس دي مش ممكن يعني خلاص يعني عارفه ازاي فحسيته متافه يعني ايه اللي انت بتقوله ده احنا طبعا لازم نحيي الفنانه الجميله ليلى عيون لا ما تزعليش من الحاجات دي ايوه اسم كبير وتاريخ طبعاً. وحد محترم جدا ومن طبعاً. اجمل انا كبيره والله من اجمل النجمات اللي انا اشتغلت معاهم يكفي ان في اول مره التقي بليلى علوي كان عند استاذنا الكبير الاستاذ رأفت المير رحمه الله عليه فدخلت بتعرف عليها لك ان تتخيلي وانا لسه جديد كنت عامل سارق الفرح بس فيلم سارق الفرح وبعمل تاني حاجه بعمل فيلم تفاحه او بعد قشر البندق اوكي لقيتها بتقول لي انا مبسوطه جدا ان انا هشتغل معاك ليلى علوي بتقول لي انا هشتغل معاك بص الشياكه والنجوميه اللي هو خلاص خليتك كده انت داخل خلاص. بقى عايز تعمل احلى ما عندك بالزبط. بعد الجمله دي فلذلك حتى احنا اشتغلنا مع بعض فيلمين اشتغلنا تفاحه واشتغلنا ست ستات واشتغلنا مسلسل التوأم التوأم ده كان واتمنى ان انا التقي تاني معاها لان فعلا ليلى من اعز الناس ان انا اشتغلت معاهم بجد وكانت كلها حاجات ناجحه واحنا كمان نتمنى لانكم دايما بتعملنا مع بعض اعمال حقيقه يا رب. يعني بتكون مختلفه وناجحه جدا عبت. طب قول لي بقى حكايتك مع جون ترافولتا ماله جون ترافولتا ساتردي نايت فيفر قوليها كمان مره ساتردي نايت فيفر بسم الله ما شاء الله كنت زمان وقت الاعدادي كنت فعلا بزوغ من المدرسه ايوه عشان احضر سامع يا ادم بابا بيزوغ اسمعش يا ادم يا ادم كنت كان الفيلم ده وقتها يعني كسر الدنيا كويس فكنت دايما ما كانش وقتها لسه موضوع جهاز الفيديو ده انتشر خالص او ما طلعش اصلا كان زمان قوي كويس ف يعني انا عايز اتفرج ايه هتكبر نفسك زمان قوي مش إيه؟ لا انا بقول وقت الفيلم حضرتك وقت نزول الفيلم انت كنت لسه صغنن كنت صغير ما فيش يدوب انت كده. قلت اعدادي نقول ابتدائي مثلا مش ابتدائي ماشي فكنت اروح السينما احضر الخمس حفلات ورا بعض والله العظيم يعني اطلع اجيب سندوتشات وادخل في راجل بتاع عسليه بره كده كويس اروح اجيب العسليه من عنده والسندوتشات واخش والفشار لا مش مهم الفشار المهم ان انا استنى عايز اشوف الحركه دي عملها ازاي الحركه دي مش عارف ايه والله بجد مش عارف ارجع الفيلم بقى طبعا انت فاهمه ازاي فاستنى الحفله اللي بعدها والله العظيم اقسم بالله طب ممكن تقلد لنا حته كده منه لا ازاي بقى ما عشان خاطر اقلد لك حته ازاي؟ يعني طريقه كلامه، حاجه كان بيقولها، مشهد معين فاكره له؟ لا انا كنت يعني بركز في مشيته وطريقه الرقص عارفه مثلا زي مثلا ايه مايكل جاكسون لما طلع كل الشباب كانوا متقمصين جدا شخصيته ويقلدوا لبسه ويقلدوا شكله ويقلدوا مشيته ويقلدوا الرقص بتاعه طب هي البطله اللي كانت قدامه اسمها ايه؟ لا مش فاكر ما كانتش مشهوره قوي خلاص بص يعني احنا ايه نقوم نرقصها سوا انت تعمل جون ترافولتا وانا اعمل الممثله المغمور يبقى انت مين؟ طب ما اعمل انا الممثله المغمورة؟ لا انا ما يليقش عليا جون ترافولتا ولا الممثله المغمورة خلاص اعتبرني اي بيلي دانسر بيلي مين؟ بيلي دانسر يلا نقوم بيلي يلا بيلي يلا اللي بيلي بيلي مزيكا الله يلا لا 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 اوه بيبي يلا بقى
يلا شلني بقى، شلني شلني. مش عارف. طيب هنطلع فاصل صغنن ونرجع لكم، استنونا. رجعنا لكم تاني، واهياني اهياني على دي حلقه مدوخاني. دلوقتي هنلعب مع بعضينا لعبه كلمه ونص. كلمه ونص، يعني هسالك سؤال وترد عليا بكلمه ونص. ولكن لانك انت مش اي ولا زي وساعات بسرق وانت جاي، لو على الحلاوه مالكش زي، فانا يعني هعمل لك اكسبشن، صح؟ اكسبشن استثناء، وهخليك لو في حاجه حابب تشرحها تشرح. تمام، اوكي، يلا. بس ايه، هنرد بصراحه. كلمة ونص بالظبط. وتعالى بص، ربنا يستر. اتفضل يا حبيبي، قول لي الدور اللي انت ندمت انك عملته. فرقه بنات وبس، لما لبست واحده ست، مع انه مش عارف، مش موضوعي يعني، بس مش والله عارف. العظيم ده الفيلم ده انا بضحك فيه، ما انا فاهم، ضحك ده كان جميل جدا، بس مش عارف يعني، مش عارف، ما اعرفش، ما بحبش كده. لا ده فيلم حلو جدا. طب يعني ماشي، بس يعني مش فاهمه وجهه نظرك، بس هو ده فيلم حلو ونجح والناس كلها حبته. ماشي، بس تمام، احيي صراحه. انا كنت مزه فيه بس جدا. يعني غريبه برضو، يعني حسيت بحاجات عجيبه و... عشان تحسوا بينا. حس بيا، حس بيك ربنا. حس بيك ربنا. يعني شعور الولد، انا نفسي احس شعور الولد، نفسي اصحى كده اخد دش، ما احطش مكياج، ما اعملش حاجه، البس تيشيرت وبنطلون وانزل. فعلا ده احساس جميل جدا جدا، لان انا وقتها كنت بركب رموش واعمل حواجب واعمل، قلت لهم يا جماعه ده ليه كده، ما انا حلوه اهو، يعني ايه الفكره يعني؟ يعني عشان نعجب، ما احنا لو ما عملناش كده مش هنعجب. انتوا في الحالتين مش هتعجب. انتوا دي اكيد موجهه ليا انا. انتوا